أليستر أوفريم يذوق طبول الحرب قبل مواجهته للبطل المغربي بدر هاري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء. بعدما تأكد النزال الثالث والذي سيجمع إن شاء الله بين المقاتل المغربي بدر هاري ضد خصمه الهولندي أليستر أوفريم، إليكم كل ما قاله هذا الأخير في برنامج أون بيرتو فيما يخص هذا النزال. لكن قبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم دائما كل جديد. أظن أن مواجهتي ضد بدر في 8 أكتوبر القادم ستكون هي الحاسمة. بدر هاري خصم خطير ولديه خبرة كبيرة جدا في رياضة الكيك بوكسينج. رغم خسارته الأخيرة فهو يبقى خصم كبير وقوي جدا. وأضاف أوفريم: بعد فوزي على بدر أظن أنني سأواجه حامل حزام غلوري ريكو فيرهوفن. سأخوض بعد ذلك نزال أو نزالين قبل أن أعلن عن الاعتزال.